interpretation للميكروسكوبيك examination. الميكروسكوبيك examination بيشمل الكاونت للسيلز وكمان السيتولوجي، ان احنا بنتعرف على الانواع المختلفه للسيلز الموجوده في السيريبروسباينال فلويد. عمليه الكاونتنج بتتم بالكاونتنج تشامبر اللي احنا بنستخدمها فور مانوال كاونت للبلد، وبنستخدم الديلوتنج فلويد اللي بنستخدمه فور واي بي سي كاونت اللي بنسميه تيركز فلويد. وما بنيجي نعد الخلايا باستخدام الهيموسيتومتر بنستخدم الانديلوتد سامبل، بمعنى بناخد عينه السيريبروسباينال فلويد زي ما هي بدون تخفيف، بعد كده بنحط عليها الوايت بلاد سيل دايلوتنج فلويد، وبعد كده بنعد على شريحه تحت الميكروسكوب. ولازم عمليه الكاونت بتتم as soon as possible after collection للسيريبروسباينال فلويد، لان اي تاخير في عمليه الاكزامينشن بيؤدي للسيلولر ديسنتجريشن، بمعنى ان الخلايا بتتحلل، وبالتالي انت لو جيت تفحص بعد فتره هتلاقي الخلايا مش موجوده. كمان السيلز also adhere to the wall of the glass tube، ودي كمان من ضمن الايرور اللي بيحصل، ان الخلايا كمان بتلزق على الجلاس وول للتيوبس اللي احنا بنجمع فيها السيريبروسباينال فلويد. وبالتالي الرابيد اكزامينشن للسيريبروسباينال فلويد بيبقى مهم جدا عشان نتجنب اي اخطاء في الريزلتس. الخلايا اللي ممكن نلاقيها في السيريبروسباينال فلويد زي الريد بلاد سيلز زي اللي موجوده قدامنا في الصوره، كل الخلايا الموجوده قدامنا دي عباره عن ريد بلاد سيلز، بينما الخليه الموجوده دي عباره عن ليمفوسايت. السيريبروسباينال فلويد زي ما قلنا لا يحتوي على اي ريد بلاد سيلز، وجود الريد بلاد سيلز انديكيت وجود البلاد اللي بيبقى نتيجه للهيموريدج. عدد الخلايا طبعا بيدينا انديكيشن على كميه الهيموريدج، بمعنى لو في عدد كبير من الريد بلاد سيلز ده انديكيشن ان في لارج هيموريدج وذن ذا سيريبروسباينال فلويد. الخليه الثانيه وهي الليمفوسايت. الليمفوسايت زي ما قلنا هي الخليه الوحيده الموجوده طبيعي في السيريبروسباينال فلويد زي اللي موجوده قدامنا في الصوره دي، بتبقى مميزه جدا بالسمول نيوكلس واللي بتاخد موست اوف ذا سيتوبلازم، بتبقى ماليه الخليه بيبقى في ريم اوف سيتوبلازم او حافه صغيره جدا من السيتوبلازم على البريفري، وبتبقى موجوده من 1 لـ5 سيلز بير مايكروليتر. ولكن وجود الانواع الاخرى من الوايت بلاد سيلز وجوده بيبقى غير طبيعي. الخليه اللي بعد كده وهي النيوتروفيل اللي احنا بنسميها البولي مورف نيوكلر لوكوسايت. النيوتروفيل بتبقى مميزه باللوب دي نيوكلس، بنلاقي فيها من 3 لـ5 لوب، والسيتوبلازم بيبقى فيه نيوتروفيل الجرانيول ما بتبقاش باينه، بتاخد الجريش كلر، عشان كده السيتوبلازم بيبقى واخد اللون الجري. النيوتروفيل طبعا وجودها في السيريبروسباينال فلويد غير طبيعي، عشان كده وجودها بدينا انديكيشن على البكتيريال مينينجايتس او وجود السيريبرال ابسس. الخليه اللي بعد كده وهي المونونيوكلر لوكوسايت، سواء الليمفوسايت او المونوسايت. وجود الليمفوسايت بكميه كبيره او وجود المونوسايت بيدينا انديكيشن على الفيرال مينينجايتس، وكمان على تيوبيركولر مينينجايتس وانسيفالايتس، ودي من ضمن الحاجات اللي بنستخدمها عشان نقدر نفرق ما بين البكتيريال والفيرال. البكتيريال بيزيد فيه النيوتروفيل، بينما الفيرال بيزيد فيه الليمفوسايت والمونوسايت. السيريبروسباينال فلويد احيانا بيبقى موجود فيه الابنورمال سيلز اللي بنسميها المالجننت سيلز اللي بتدينا انديكيشن عن التيومر، كمان بيبقى موجود البلاست سيلز او الابنورمال وايت بلاد سيلز، وده بيبقى نتيجه لوجود اللوكيميا او الاذر مالجننت تيومر. اللوكيميا طبعا بيبقى سرطان في خلايا الدم البيضاء، عشان كده بنلاقي وجود البلاست سيلز اللي هي المذر سيلز بتاعت الوايت بلاد سيلز او وجود الابنورمال لوكوسايت داخل السيريبروسباينال فلويد، بينما الاذر تيومر بيدينا المالجننت سيلز اللي تدينا انديكيشن على وجود الكانسر. والشكل ده بيبقى فيه تجميعه لكل الخلايا اللي ممكن نلاقيها في السيريبروسباينال فلويد. رقم 1 بيبقى موجود الميني نيوتروفيلز المميزه بالنيوكلس، رقم 2 عباره عن الليمفوسايت مميزه بشكل الراوند نيوكلس، رقم 3 عباره عن ميني ريد بلاد سيلز وخليه واحده اللي هي عباره عن السمول ليمفوسايت، رقم 4 عباره عن المونوسايت بتبقى مميزه باللارج اماونت من السيتوبلازم، الخليه نفسها بتبقى حجمها لارج وبتتميز بوجود اللارج اماونت من السيتوبلازم حوالين النيوكلس، رقم 5 عباره عن نيوتروفيل، 2 نيوتروفيل موجودين في النص و2 ليمفوسايت موجودين فوق وتحت، وبالاضافه لكده موجود عدد كبير من الريد بلاد سيلز اللي طبعا ما بيبقاش فيها اي نيوكلس، وبتبقى مميزه بالسنترال
فالور او بنلاقي دايما السنتر بتاعها بيبقى باهت شويه عن البريفري. رقم 6 عباره عن اللايننج سيلز الموجوده في البيا والاركنويد سبيس وشكلها بيبقى مختلف عن الليوكوسايت اللي احنا شفناها فوق. رقم 7 عباره عن البلاست سيلز زي في حالات اللوكيميا دي عباره عن المذر سيلز اوف وايت بلاد سيلز بتبقى مميزه باللارج سايز واللارج سايز اوف نيوكليس. رقم 8 وهي المالجنانت سيلز نتيجه لوجود التيومر بتبقى مميزه باللارج نيوكليس وكمان وجود النيوكليولس ده بيديني انديكيشن على ان الخليه بتبقى اكتف في عمليه الديفيجن نتيجه لوجود الكانسر. بعد كده بنعمل انتربريتيشن للكالتشر اند سنسيتيفيتي تيست. الكالتشر مهمته ان هو بيعمل ديتكشن لوجود البكتيريا او الفانجاي في عينه السيريبروسباينال فلويد. وبعد ما بيظهر الكالتشر بنستخدم الستينز زي الجرام ستين او الام دي انك عشان نقدر نفرق ما بين الانواع المختلفه من البكتيريا. وزي ما احنا شايفين في الصوره اللي قدامنا بنلاقي ان الجرام ستين بيقدر يفرق ما بين الانواع المختلفه من البكتيريا رقم 1 وهي النيسيريا منينجيتايدس، رقم 2 ستريبتوكوكس نيموني، رقم 3 الهيموفيلس انفلونزي. كمان الان دي انك بيقدر يعمل ديتكشن للفنجاي زي الكريبتوكوكس نيوفورمنز بتبقى مميزه جدا بالبادنج زي اللي هو موجود في الصور. ده بيدينا انديكيشن على الفنجل انفكشن في البرين او السباينال كورد.